بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا فيكم، يعطيكم ألف عافية. اليوم في محاضرة الهيستولوجي نمبر 2 اللي بتحكي لي عن المسلز. محاضرة اليوم نوعا ما أسهل من محاضرة امبارح، أبسط، فيها أخذ وعطى، فيها فهم أكثر، فيها تخيل حتى، فيها صور يعني بتقدر تفهمها أنت، بتحس إنه هاي الصورة رح تيجي لاب في الامتحان. هاي رقم واحد. بالنسبة لمحاضرة امبارح، بتمنى ما حد يبلش اليوم غير إنه درس محاضرة امبارح أو وات إيفر أنت قاعد تحضر الفيديو في قبل الامتحان ما او ايش ما يكون. المهم انك تكون دارس المحاضره الاولى. الهيستولوجي كلها 4 محاضرات، فمو مستاهل انك تقوي شيء منها، لا ادرسها واعطيها حقها. غالبا في يوم بتكون طلعت من الهيستولوجي كلها، فما تظلم حالك فيها، خلص ادرسها كامله، يوم واحد بس، ذاتس ات. الموديول شهر. هاي بالنسبه لفكره الهيستولوجي. محاضره امبارح ان شاء الله تكون كلكم درستوها، واصلا احنا ما خلصناها كامله لانه الدكتور وقف عند جزئيه النيلز، شرحها ووقفنا امبارح. اليوم بلشنا بالنيرف سبلاي او الانرفيشن، والسكين معروف عنها اصلا انها ريتشلي انرفيتد. نبدا بالبلاك بورد لانه دائما البلاك بورد اريح، بعطيك سمري لكل الموضوع اللي بدنا نشرحه. فلما نفوت على السلايدز ما بتحس المفاهيم عائمه، انت فاهم كل شيء، فاهم الفكره الرئيسيه، فالسلايد بيمشي اسرع. نبدا دائما عندنا الانرفيشن تو تايبس، موتور يعني حركي. الانرفيشن هذا بروح على العضله بعطيها امر انها تتحرك، او على الجلاند وبعطيها امر، في الجلاند هاي بتبث محتوياتها. هاي رقم واحد موتور، والثاني سنسوري، احساس، احساس بالحراره، احساس بالالم، احساس باللايتس، وات ايفر. المهم انه هذا الموتور سنسور. فنيجي عند او هذا النيرف سنسور، نيجي عند الجزء الاول اللي هو الموتور. الموتور في السكين بيغذي لي شغلتين، نمبر 1 از جلاند، بيجي على الجلاند زي مثلا مايو بيثيريال سيلز المحيطه في الجلاند، ف تعطيها امر انها تتحرك، تتحرك هاي الجلاندز بتبث محتوياتها. دن، هي خلصنا بالنسبه للجزء الاول في الموتور اللي هو الجلاندز. الجزء الثاني اللي هو السموث ماسلز، وايش كمان، والاريكتور بيلاي ماسل. هاي الاشياء تعطيك انت الموتور، الموتور نيرف بعطيها امر عن طريق الالكتريكال امبلس، بتتحرك السموث ماسل، بتتحرك الاريكتور بيلاي ماسل، بتتحرك الشعره مثلا. فهي بس هي جزئيات الموتور سنسيشن او الموتور انرفيشن. نيجي عند السنسوري او المسؤول عن الاحساس. بدايه بنقسم لقسمين، القسم الاول انكابسوليتد يعني محاط بكبسول او كربس او كربسل، راح نيجيها لقدام، او فري. فري شو يعني؟ النيرف نفسه بيكون طالع زي خلص دايركت، وبحس دايركتلي بدون اي كربسل حواليه، بدون كبسول، بدون اي شيء مساعده، خلص دايركت. شو اللي بميز الفري عن انكابسوليتد؟ بغير موضوع الكابسوليشن، بميز الفري انه هو الوحيد اللي بحس بالبين. يعني انت اذا حسيت بألم معناته عندك كل الفري سنسيشن اللي اشتغلوا، ما اشتغلوا الانكابسوليتد، تمام؟ الفري بحس التمبرتشر وبحس البين، بس البين از اكسكلوسيف للفري. هاي هي اللي بميز الفري عن الانكابسوليتد. والانكابسوليتد الانكابسوليشن تختلف فيه 4 انواع، عندنا مايسينر مثلا، عندنا باسينيان، عندنا روفيناي، اكثر من نوع من الانكابسوليشن، وكلياتهم نيجي عليهم حبه حبه. واللي بيختلف فيهم الوظيفه، مثلا شيء بحس لي الحراره، شيء بحس لي الالم، شيء بحس لي الستريتشنج، كل عفوا مش الالم، الستريتشنج على سبيل المثال. كل وحده فيهم بتحس شغله معينه، وكل وحده فيهم متواجده في مكان خلال السكن. خلينا نروح للسلايد نشوفه، هيك احنا اخذنا فكره رئيسيه وعامه. نيرف سبلاي، the integument، شوف ايوه the integument is richly innervated، وحكيناها. autonomic motor nerve endings provide innervations to the numerous، طبعا autonomic لانه احنا ما بنتحكم اصلا بالجلاندز، ما بنتحكم بعضلات الشعر، هاي كلياتها لحالها دايركت بتشتغل، معناته ايش راح يتحكم فيها؟ الاوتونوميك موتور نيرف اندنجز، الاوتونوميك سيستم. جلاندز، وعندنا سموث ماسلز اوف ذا بلاد فيزلز اند اريكتور بيلاي ماسل، هذول اللي بيتحكم فيهم الموتور، تمام؟ بريفرال تيرمينالز اوف سنسوري نيرفز، خلص خلصنا الموتور، بدنا نروح عند السنسوري حاليا. بريفرال تيرمينالز اوف سنسوري نيرفز بروفايد انفورميشن اباوت ذا انفايرمنت، هاي شو بتفيدني يعني؟ بتفيدني بالاحساس بالبيئه المحيطه فيه. ذا سنسوري نيرف تيرمينالز ار كلاسيفايد، ها جينا عند ايش؟ عند جزئيه الكلاسيفيكيشن بتوين انكابسوليشن اند فري. فقلنا انه النهايه العصبيه المتواجده عندنا يا اما بتكون انكابسوليتد انفستد باي كونكتيف تيشو اور شوان سيلز، اور فري يعني بدون شيء. خلينا نشوف اذا الرسمه هي واضحه لنا اياهم، هيها هي الفري، خلص هي بس نهايه عصبيه شجريه بدون شيء. او هنا الانكابسوليشن زي الروفيناي او الباسينيان كوربسل او مايسينر على سبيل المثال، اكثر من نوع في عندي، تمام؟
ومع ذلك النوعين ذيس تيرمينالز ذا نيرف اندينجز لوز ذير مايلين شيث، يعني في النهايه مش في عندنا مايلين شيث اللي بتساعدني على البروتكشن في النيرف اندينجز او في الاورفيناي كاربس او الباسينين، يعني الانكابسوليشن بشكل عام. المايلين شيث ما بتظل، خلص عند النهايه بتروح، ما بظل عندي مايلين شيث عشان يكون الاحساس مباشر. الانكابسوليتد تيرمينالز انكلود انواع الانكابسوليتد تيرمينالز، مش قلنا في عندنا اكثر من نوع، هم اربعه انكلود تاكتايل او ماسينر مايسينر كاربسل اور بولبويد كاربسل اللي اسمها كراوزس ان بالب اور اللاميلار اللي هي باسينيان والروفيناي كاربسل. الفري تيرمينالز انكلود، خلصنا الانكابسوليتد وحكينا انواعهم الاربعه، نيجي عند الفري تيرمينالز انكلود فري اندنجز هيهم ميركل ديسك هيو وهير فوليكل ريسبتور. ثلاث اشياء الانكابسوليتد اربعه تاكتايل والبولبويد والباسينيان والروفيناي، اما الفري ثلاث، اول شيء فري اندنجز عاديه ميركل ديسك وهير فوليكل ريسبتورز، وراح نيجي عليهم واحده واحده ونعرفهم. تمام، نيجي عند تعريف الفري بشكل عام، ار نان انكابسوليتد طبعا هي فري نيرف اندنجز ان ذا ابيديرمس، وين متواجد الفري نيرف اندنجز في الابيديرمس اند ذي ار ريسبتور ذيس ريسبتورز سينس بين اند تمبرتشر، تعمل لي احساس للحراره واحساس للالم. Free nerve endings have no complex sensory structures. خلاص مش معقد. Direct. Okay. Unlike those found in myosinal or basinian corpuscle. They lose their myelin sheath. حكيناها. At the epidermal dermal junction. يعني في البابيلاري region والبابيلاري ridges. And pass into the epidermis. يعني في هاي المنطقة بيخسروا هنا. عند ال region هاي بيخسروا myelin sheath وبتكمل في ال epidermal region. تمام؟ واحنا حكينا اصلا متواجدات وين؟ في الابيديرمس. شو بيسووا؟ بيسووا لنا بين وتمبريتشر سنسيشن. نيجي عند الميركل ديسك ريسبتور، برضه نون انكابسوليتد ميكانو ريسبتور سراوندينج هير فوليكل اند ريسبونسيف تو تاتش، يعني شو عمل لي احساس لايش؟ لللمس. ميركل نيرف اندينجز هاف ا وايد ديستريبيوشن، يعني متوزع بشكل كبير، وهاي فاوند ان ذا بيزل لاير. وين متواجدات؟ في المنطقة القاعدية من الابيديرمس. They are the most sensitive of the four main types of mechanoreceptors to vibrations and low frequencies. يعني أكثر شيء حساس للاهتزازات حتى لو كان ترددها قليل في كل أنواع الميكانوريسبتورز الأربعة هو الميركل ديسك ريسبتور. تمام؟ الميركل ديسك ريسبتور خلينا نجي خصائصه كمان مرة. Surrounding the hair follicle, responsive to touch. هاي مهمة إنه كل واحد فيهم لإيش ريسبونسيف، يعني مثلا حكينا عن النيرف فري نيرف اندنجز حساس للبين وتمبرتشر، بينما الميركل ديسك حساس للتاتش، متواجد في البيزل لاير، واكثر شيء حساس لللو فريكونسيز فايبريشنز ايش هو؟ الميركل ديسك. نيجي عند الهير فوليكل ريسبتورز، ذيس ميكانو ريسبتورز سينس ذا بريسنس اند دايركشن اوف هير ديسبليسمنت، يعني بتعرف اللي الشعره كيف تحركت. ذاتس ات، هاي هي الهير فوليكل ريسبتور. اخذنا ثلاث. خلصنا ايش؟ الفري. نيجي عند مين؟ عند الانكابسوليتد. الانكابسوليتد اور تاكتايل كاربسلز ار ميكانوريسبتورز بريزنت ان ذا ديرمال بابيلاي بابيلا، وين بيكون متواجدات؟ في الديرمال بابيلا، هي هون مش قلنا انها زي فينجر لايك شيبد، فهون متواجد عندي المايسينار كاربسل، وهي شكلها، ولازم هون نهتم بالاشكال اكثر. يعني اظن بيجي سؤال لاب من هاي المحاضره رح يجي من هون وطالع من هون المهمات. تمام، هاي شكلها، كيف بدي اعرفها؟ دائما الديرما او الديرمس بيكون لونها افتح، فانت بتلاقي انه في فينجر لايك شيب هيك او زي الويفز متداخله، والفوق الويف هون اللون بيكون غامق، هون تحت فاتح، فانت بتعرف انه هاي مثل مايسينار كوربسل. دائما مايسينار كوربسل وين متواجده؟ في الديرمال بابيلا، وطلع كيف شكلها هون زي المخططه، لونها فاتح واللي حواليها اغمق، هون نفس الشيء لونها فاتح واللي حواليها اغمق. بتسالك شو الكوربسل المتواجده هون؟ بتحكي مايسينار كوربسل اور التاكتايل كوربسل. شو فائدتها؟ responsible for sensitivity to light touch sensitive to low frequency stimuli، يعني هاي بتكون حساسه للمحفزات حتى الفريكونسي تبعها اقل، بس مين الحساس اكثر منها؟ الميركل ديسك. تمام، هي حساسه لللايت تاتش. ماي سينار كوربسل دو نوت ديتكت بين، ما لهم دخل في البين، هم اصلا ايش؟ انكابسوليتد. This is signaled exclusively by free nerve endings. البين مين بحسه؟ بس الفري نيرف اندكس. The number of myosinal corpuscles per square millimeter of human skin on fingertips drops with age. يعني هاي الحساسات تكون متواجد عندنا في our fingertips، تمام، في اطراف الاصابع. مع التقدم في العمر ببلش عددهم يقل، فالاحساس في اطراف الاصابع ببلش يقل. تمام،
هاي خلصنا اول نوع من الانكابسوليتد. نيجي عند النوع اللي بعده، باسينيال كورباسلز. وين متواجدات؟ في الديرمس اوف ثيك سكن اوف فينجرز اند ريسبوند. متواجدات في الديرمس تاعت الفينجر، في السكن تاعت الفينجرز. ولايش بحسوا؟ البريشر اند فايبريشن، يعني بحسوا بالضغط. انت لما تحط اصبعك على اي شيء في الحياه بدك تعرف ان انت ضغطت بقد ايه مقدار الضغط، وبتعرف ان انت قاعد تشد اكثر او بتخفف، فهي بتحس لي البريشر. ايش هي الباسينيال؟ هاف ا لارج ريسبتيف فيلد، عندهم يعني استشعار تبعهم او مدى الاستشعار تبعهم كبير، وما بحسوا غير في مدى الاستشعار هون، تمام؟ يعني هاي مدى الاستشعار تبع الباسينيال كوربس اللي هون، لو انت ضغطت هون ما بتحس فيه هي. اتفقنا؟ They only sense stimuli that occur within this field. حكيناها similar in physiology to the myosinal corpuscle. The basinal corpuscles are larger and fewer. عددهم أقل من الميسينال كوربسل بس حجمهم أكبر من إيش كمان؟ من الميركل سيل. يعني هم أكبر من الميركل سيل وأكبر من الميسينال بس عددهم أقل. اتفقنا؟ شكلهم دائري وفي زي خطوط كونتور عشان تعرف تميزهم. انت لو اجاك صوره في الامتحان كيف تعرف انه هاي باسينيان كوربسيل؟ بتلاقي فيهم شكلهم زي خطوط كونتور، او هون بيبشر لك على الفيلد. وفي عندنا هون مور سنسيتيف سنتر. اتفقنا؟ هاي هي اشكال الباسينيان كوربسيل. وايش بتعمل؟ بتعمل لي بريشر اند فايبريشن سنسيشن، متواجده في الديرمس اوف ذا ثيك سكن. نطلع عند كراوز او كروز اند بلبس او بولبويد كوربسيل. ار فاوند ان ذا ديرمس برضه. لايش بحسوا؟ بحسوا الكولد اند لو فريكونسي فايبريشن. This encapsulated mechanoreceptor are found in the papillary layer of the dermis and in the epithelium of the oral mucosa of the oral cavity and tongue. يعني لما بتكون متواجد في الاورال كافيتي في الفم، وين بالضبط؟ في الاورال ميكوزا، ميكوزا اور في التانج نفسه. بتحسي بالكولد واللو فريكونسي فايبريشن. هاي هي ايش؟ الكروز اند بلبس او البلبويد كاربسل. هاي شكلها. بضل عندي ايش حاليا؟ روفيناي كوربسل كابسولاتد برضه اتفقنا عليها. لوكيت ديب ان ذا ريتيكولار لاير وير ذي ريسبوند تو ديستورشن اور ستريتشنج. يعني لما انت تعمل تسحب الجلد تمطه، مين بحس في الموضوع؟ بحس لك الروفيناي كوربسل. وين بتكون موجوده؟ في الديب ريتيكولار لاير اوف ذا ديرمس. طبعا هم ما تحسوا في السستيند او كونتينوس ستريس، يعني مش لما تسحب ايدك بسرعه، لا، لما تضلك انت تمط في الجلد هي بتحس الروفيناي كاربسل، لانه هي اصلا متواجده ديب. لما تكون متواجده ديب انت بدك توصل لها الاحساس. دائما الاشياء مثلا البين لازم يكون متواجد على الابيديرمس. ليش؟ لانه ما بزبط انت لما تموت وجع بعدين تحس، يعني ممكن يكون وجع مؤذي، ممكن يكون في حراره عاليه انت بتتعرض لها. مين بده يحس فيها؟ الفري اندنجز لازم تكون فري ومتواجده في الابيديرمس عشان تحس دايركتلي، بينما الروفيناي متواجد ديب ان ذا ريتيكولار لاير. فالفكره انه انت بدك ستريتشنج قوي عشان تحس انت في الروفيناي كوربسل، بلشت تشعر تحس في الستريتشنج بشكل عام. اتفقنا؟ اتفقنا. هاي الصوره بتبين لنا اياهم كلهم. هاي الباسينيا الكوربسل ديتكس ديب بريشر فايبريشن اند برو بريسبشن. عندنا الروفيناي اند اورجان. هاي الروفيناي اللي كنا نحكي عنها هسه متواجدة ديب اند ريتيكولار لاير. هون عندنا البابيلاري لاير. هون عندنا مايسينر اللي متواجد في الديرمال كونكشن. وعندنا هون الفري اندنجز تاعت الابيديرمس. وعندنا الميركل ديسكس هي متواجدة هون. عندنا هير فوليكل ريسبتور بيكون متواجد حوالين الشعرة نفسها عشان يحس بحركتها. هيك بنكون خلصنا المحاضرة الأولى. هذا الجزء تاع النيرف سبلاي ترى جدا سهل، يعني ما بده حتى شرح كثير، بس انا اسهبت فيه زياده عن اللزوم واخذت فيه تفاصيل، ولكن هو سهل. ممكن لو كتبتهم على ورقه يطلع كل واحده فيهم لها سطر لا اكثر، 4 سطور او 10 اسطر، بكون خلصت كل نيرف سبلاي تبع السكن. اتمنى هون تكون الامور كانت تكون الامور سهله. بريك سريع عشان ادخل في المحاضره تاعت المسل. يعطيكم العافيه. نيجي للمحاضره الثانيه اللي هي محاضره المسلز. المسلز طبعا بيفيدونا في الكونتراكشن، الحكي بنعرفه. The cells are called fibers, myocyte. الفايبر هو نفسه الميوسايت، تمام؟ لأنه الخلية ما بتتكون من سيلز عادية، بتتكون من فايبرز. سيلهم ميوسايت. ليش بنسميهم فايبرز؟ Because of their length. في عندنا مسميات خاصة بالمسلز زي ساركوبلازم اللي هو البروتوبلازم، ساركوليما اللي هو سيل ممبرين، طبعا البروتوبلازم هو السيتوبلازم تبع الخلية العضلية. الساركوبلازمك ريتيكولم، سموث سيرفيس، انتوبلازمك ريتيكولم، راح نجيهم طبعا كلهم بالتفصيل. احنا اكثر شيء بهمنا ساركوبلازمك ريتيكولم. ساركوليما راح تجينا يعني في المحاضره، لكن هي غير مهمه، يعني مهمشه سمها. ساركومير بتهمنا الفانكشنال يونت.
ساركوزومز الميتوكوندريا ما جبنا سيرتهم في المحاضره غير في جزئيه بسيطه جدا. تمام، انواع المسلز عندنا استرياتد ونت او نون استرياتد، يعني مخططه او غير مخططه. السكليتال والكاردياك استرياتد، شو بميز السكليتال عن الكاردياك؟ طبعا بميز اشياء كثيره، لكن هون مكتوب عندنا فولنتري اور انفولنتري. السكليتال تقدر تتحكم فيها سوماتيك، تمام، بينما الكاردياك كليات على الاوتونوميك سيستم، يعني انت ما بتقدر تتحكم فيها ابدا. تأكد بس المايك شغال. اوبن في الميكسر. سيستم ساوندز. ريكوردينج. شغال. فنكمل. Muscle cells can be placed into three categories. ثلاث انواع. Smooth involuntary muscle. حكينا انه السموث اصلا من سيرياتد من سيرياتد. ولا ماكينا فاود ان هول فيسرال اورجانز، يعني المجوفة، الأعضاء المجوفة في جسمنا زي such as the gut, uterus and blood vessels و associated with various exocrine glands زي ما حكينا امبارح بالميوبيثيليال cells and that. The striated involuntary muscle اللي found in the heart و striated voluntary muscle makes up the skeletal muscle of the body. عارفين الحكايات كله؟ هو يعني إعادة كلام لا أكثر. نيجي شوي هيك بتخصيصات وكل ما حضرت عن skeletal muscles by the way. Skeletal muscles known as striated or voluntary muscle comprises some 40 to 50% of the body mass in adults. يعني كتلتك الجسمية 50% بتكون كتلة عضلية للسكيليتال muscles، تمام؟ للعضلات الهيكلية. Long fibers, the average long of skeletal muscle cells in humans is about 3 cm. المعدل تبعها 3 سنتيمتر، ولكن في عندنا عضلة اسمها sartorius muscle طولها بوصل ل 30 سنتيمتر الفايبر اللي فيها، وين بتكون متواجده؟ في الثاي. وعندنا ستيبيديوس مسل طولها حوالي 1 مليمتر، وين بتكون متواجده؟ في الاذن، تمام؟ الدايمتر تبعهم بيختلف من بين 10 ل 100 ميكرومتر. كلها معلومات سطحيه يعني ما لها دخل. According to the myoglobin، الميوغلوبين هو بروتين بايدنج ذا ايرون تو ذا اوكسجين ان ذا مسلز، تمام؟ البروتين بيساعدني على اني اربط الحديد بالاكسجين، وين؟ في المسلز. لما يكون الميوغلوبين كونتنت عالي بتكون ريد فايبرز، بينما لما يكون الميوغلوبين كونتنت قليل بتكون عندي وايت فايبرز. يعني الميوغلوبين بعطيك حمار ريدنج، اوكي ريدنج. الريد مسل فايبرز ار كومباراتيفلي ثين، يعني ارفاع او ارقاق بالنسبه لايش؟ بالنسبه للوايت فايبرز. وطبعا بيكون لوتس اوف ميوغلوبين فيها ماني ميتوكوندريا. بس شو مميزاتها؟ انه سلو تويتشنج كونتراكت سلوور، يعني انقباضها بيكون بطيء فبتتعب بشكل بطيء تاير سلوور. وين بيكون مكانها؟ في الليمز. لونج ماسلز اوف ذا باك، العضلات الطويله في الظهر. ليش؟ لانها لونج سلو كونتراكشن فور اريكت بوستشر، انت بدك توقف بدك تضلك قائم، تمام؟ هاي بدها سلو كونتراكشن، ما بهمك الكونتراكشن بس بهمك ايش؟ انك انت ما تتعب بسرعه، فعشان هيك عندك ريد فايبرز هون، تمام؟ ريد ماسلز ار نيدد فور وين سستيند برودكشن اوف فورس از نيسيسري، بدك يعني انت فورس بتكون شكلها او وقتها طويل، عكس الوايت فايبرز، الفورس اللي عندك سريعه كثير بتكون زي ايش؟ زي اكسترا اوكيولار ماسلز، يعني عضلات العين اللي بتحرك العين، بدك اياها تكون بطيئه، لا بدك اياها سريعه، وما ما بتكون تاير، ما بهمك انها تتعب بسرعه او بقل، لانك انت مش 24 ساعه بتحرك بالعين حركات كثيره ومن الامور هاي، اظن الفكره واصله. بتكون thicker than the red fibers. Less mitochondria. Fast twitching. Contraction is fast. Tire quickly. تمام؟ Found in extraocular muscles. Digits. اللي هم الأصابع القدم واليد. For rapid and precise movement. طبعا ال red fibers بنسميهم type 1 fibers. While as white fibers is called type 2 fibers. تمام؟ ال type 2 fibers بتقسموا لقسمين. Type 2A and type 2B fibers. هيك خلصنا هذا السلايد. شو العامل اللي مقسمهم؟ اللي هو الميوغلوبين كونتنت. طبعا بحكي لي most muscles have all types in varying ratios، يعني كل العضلات او غالب العضلات عندهم الريد فايبرز وعندهم الوايت فايبرز، بس ايش؟ بنسب مختلفة. يعني مثلا العضلة اللي في الظهر عندهم الريد فايبرز اكثر بكثير من الوايت فايبرز and so on. هاي type 1 fibers, type 2 fibers, type 2B fibers and على هذا المنوال او and so on اللي حكيت and so on كثير. بقول لي during embryonic development، احنا مش حكينا في المحاضره السابقه انه عندي ectoderm ميزوديرم والاندوديرم الثري جيرم لايرز تاعت الامبريو. في المنتصف تيجي عندي الميزوديرم. الميزوديرم هاي differentiate into unicellular myoplasts
يعني الميزوديرم بتطلع لي مايوبلاست. المايوبلاست هاي بتطلع لي مايوتيوبس عن طريق ايش؟ الونجيشن اند فيوزنج توجذر. يعني المايوبلاست تلتم على المايوبلاست وبصيرلهم اطاله وفيوزنج توجذر، يعني بيندمجوا مع بعض بيطلعوا لي شيء اسمه مايوتيوبس. المايوتيوبس تتطور لاحقا into the mature muscle fibers or المايوفايبرز. تمام؟ يعني رحلتي ميزوديرم سيلز، مايوبلاست، مايوبلاست، مايوتيوبس، مايوتيوبس تنقل الى المايوفايبرز او المسل فايبرز. بحكي لي these مايوفايبرز are the basic unit of skeletal muscle. يعني الوحده الاساسيه اللي بتكون لي العضله الهيكليه هي المايوفايبرز. mature skeletal muscle cells cannot divide. يعني لما تصير mature skeletal muscle cell ما بصير لها اي division. A further cell type. برضه في عندي نوع كمان من السل في العضلات اسمه اساتيلايت سيلز او مايو ساتيلايت سيلز. وين بتكون؟ بتكون adjacent to the sarcolemma. sarcolemma. sarcolemma اللي هي سيل ميمبرين تبع الخلية العضلية. فهون بتكون ترتبط فيه الساتيلايت سيل او بتكون مجاورة له adjacent. بتكون شكلها elongated poorly differentiated cells. فانت صعب انك تشوفها بالبريبريشنز العادية بتاعت المختبرات. لانها بتكون elongated و poorly differentiated. But become active. متى بتصير active هاي؟ لما يصير في عندي exercise or during repair and regeneration processes after muscle injury. يعني لو انصابت العضلة، احنا قلنا ما بصير لها انقسامات. فطالما ما بصير لها انقسام بدك تعملها repair. الريبير مين بيعمله؟ الميوساتيلايت سيلز. او اثناء التدريب. اثناء التدريب والاجهاد للعضلة تطلع عندك الميوساتيلايت سيلز وبتشتغل شغلها. هيا. لو اجينا حطينا السكيليتال مسل under the light microscopy شو راح اشوف؟ راح اشوف striations خطوط بس without any branching. راح تشوف dark and light bands lie across the fiber وراح نيجي عليهم حبه حبه شو اللايت bands وشو الدارك bands. راح تشوف nuclei are oval يعني النواه تبعتها اوفل بيضويه. وين متواجد؟ موجود على الاطراف situated peripherally. هي على الاطراف هي اوفلي nuclei اوفل nuclei اوفل nuclei كلياتها متواجده على الاطراف مش متواجده في المنتصف. و النكلياي 35 لكل مليمتر. ايش ضل عندي؟ نطلع على السلايد هون نيجي عليهم سلايد سلايد اللي ممكن يهمنا. طبعا هون المقطع لونجيتيديونال طولي، هون كروس سكشنال يعني انت ماخذ مقطع عرضي. اكيد غالبا بتعرفوا شو الكروس سكشنال واللونجيتيودينال حسب يجيهم بالتفصيل يعني اللي قدام على العضله. هذا المقطع لونجيتيودينال فبتلاقي انه كل النكلياي سيتويتد بريفرالي يعني متواجدات على الاطراف. هاي النكلياي هاي النكلياي ممكن هاي الصوره تيجي في اللاب ما بعرف. على الكروس سكشن وتشوف انت كيف النكلياي صارت بريفرال ولكن انت المقطع اللي ماخذه عرضي الشكل يتغير عليك. منظور الرؤية تغير، فبتشوف النكلياي في أماكن غير، ولكن هي في الأصل بريفرال، تمام؟ هي نكلياي، نكلياي كلها أوفل، نكلياي وهي سكيليتال مسل، ما في أي شيء. هنا لونجيتيودينال كات، وهنا ترانسفيرس كات اللي هي نفس الكروس سكشنز، أوكي؟ بتشوف إنه نكلياي ترتيبهم غير، هي النكلياي صارت هون، هيها بريفرالي كلها مترتبة هنا على الأطراف. بينما هون صارت هون متواجده برضه بريفرال ولكن المقطع تغير شكله. وانا مسل فايبرز هنا اديبوسايتس اللي هي خلايا دهنيه الله اكبر عزه الله. نفس الفكره هون استريشنز تخطيطات ام سو اون. ما في اي كلام في السلايد هنا. ننتقل للسلايد اللي بعده. بلشت في التركيب تبع السكليتال مسلز. اول شيء السكليتال مسل كشكل عام بتتكون من عده ليفلز. اول ليفل الها اللي هي مسل فاسكولس فاسيكولس اللي هم ايش؟ البندلز الحزم. الحزم هاي شو فيها او شو بتتكون الحزمه؟ يعني سكليتال مسل الاصغر من سكليتال مسل بيجي عندك المسل فاسيكولس. المسل فاسيكولس لايش تنتقل؟ للمسل فايبرز. تمام؟ المسل فايبرز من ايش بتتكون؟ من مايوفايبرين. يعني عضله حزمه من الالياف. حزمه الالياف هاي بتتكون من ليف واحد. الليف ايش بتتكون؟ من مايوفايبرين او بالعربي لييف. لييف تمام. المايوفايبر بتكون من ساركوميرز. الساركومير اللي هي الفانكشنال يونت. كيف اعرف شو الساركومير وكيف اعرف انه اقسم الساركوميرز عن بعض؟ بدنا نيجي على شيء اسمه اتش باند زي ديسك اي باند اند اي باند. قبل ما ندخل عليهم انا مو حاب ادخل عليهم بصراحه دايركتلي عشان ما نتخربط. خلينا نيجي على
المايوفايبرين نفسه من مكوناته الاصغر ساركومير من ايش بتتكون؟ بتتكون من شيء اسمه مايوفيلامنتس او الخيوط العضليه. الخيوط العضليه كلياتنا اخذناها في التوجيهي وجزء اول ثانوي، انا لا اذكر بصراحه، بس وخذناها طبعا سنه اولى كمان، هاي المحاضره كلها اصلا سنه اولى. اكتين ومايوسين اذا تتذكرون، الاكتين اللي هو الخيوط العضليه الرفيعه، الميوسين الخيوط العضليه الغليظه، الخيوط العضليه الغليظه. فانا لو برسم اكتين تحته اكتين تحته اكتين هيك، هاي ثلاث خيوط رفيعه، وبدي اجي ارسم وراهم 3 اكتينز، تمام؟ طب هون في اكتين هون في اكتين، بدي اربط بينهم. بايش بربط بينهم؟ بخط. هذا الخط بسميه زي ديسك، تمام؟ هذا خط اول شيء اسمه زي ديسك، تمام؟ هاي خلنا التركيب. طيب حسب منطقة الاكتين هاي، بدل ما نسميها اكتين فوق اكتين فوق اكتين، تعالوا نسميها اسم، شو بنسميها؟ الاي باند. وهون برضو اكتين فوق اكتين فوق اكتين برضو بنسميها الاي باند. هيك تمام هيك تمام. فالزي ديسك صف عندي بربط من ايش؟ بين اي باند واي باند. الاي باند من ايش بتتكون؟ من خيوط اكتين لا اكثر، يعني خط اكتين فوق 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 خط اكتين فوق خط اكتين. الاي باند هل فيها خطوط ميوسين؟ ابدا، بس خيوط اكتين. هاي بالنسبه للاي باند. الاي باند شو بقسم بينها؟ بقسم بينها زي ديسك، فبيجيب لي الاي باند الاولى بربطها بالاي باند الثانيه، بصير عندي بالنص شيء اسمه زي ديسك على الطرف اي باند وعلى الطرف الثاني اي باند. الاي باند لما تشوفها انت شو بكون لونها؟ فاتح. هيا لونها فاتح، بينهم زي ديسك على الطرف اكتينز وعلى الطرف الثاني اكتينز. طيب تمام، جيب لي مايوسين. هاي راس مايوسين، خلينا نغير اللون. هاي راس مايوسين، مايوسين طبعا مايوسين فيه هنا نقاط اللي هي الهيدز تاعت المايوسين رح نجيها. هاي مايوسين مايوسين وهي مايوسين، وجبت على الطرف الثاني مايوسينز 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 مايوسينز. لو اجيت انا وربطت بينهم، ربط بينهم بالاسود، هاي الرابط اللي بين الميوسين بسميها المنطقة هاي الاتش باند، تمام؟ الاتش باند، طبعا ميوسين هي كاملة، أنا بالمنطقة هاي اللي فيها بس ميوسين بسميها الاتش باند، تمام؟ هاي المنطقة اللي هون اتش باند اللي هي المنطقة بالأسود، شو فيها؟ فيها بس ميوسين، يعني الاتش باند ايش بتحتوي؟ بس ميوسين. طيب الاتش باند نفسها أنا لو بدي أقسمها، يعني إجيت أنت شفت الاتش باند طويلة، كنت بدي أقسمها أو بدي أنصفها، بنصفها عن طريق ايش؟ بنصفها عن طريق شيء اسمه الإم لاين. كمان مرة نعيده، مايوسين فوق مايوسين فوق مايوسين، مايوسين فوق مايوسين فوق مايوسين قبال بعض، قول الوصل بينهم أو المنطقة الواصلة بينهم شو سميها؟ سميها اتش باند، تمام؟ طيب الاتش باند نفسها بدي أنصفها، بنصفها بإيش؟ بنصفها بالإم لاين، يعني هي الإم لاين بتكون في منتصف الاتش باند هي. الاتش باند هي المنطقة اللي بتوصل لي بين المايوسين والمايوسين، هي أغلظ وأسمك من الأكتين، تمام؟ سميناهم كلهم. طبعا احنا لما نيجي نكون بالعضله كامله بالساركومير راح تلاقيهم متداخلات. فخلينا نتفق على شغله، المنطقه هاي لحد هون شو فيها بس؟ فيها بس اكتين، فبسميها حرف الاي، اي باند. راح يكون وراها ايش؟ برضه منطقه صغيره كلها اكتين، بسميها كمان اي باند. فعشان هيك شو بربط بينهم؟ بربط بينهم الزي ديسك. باجي هون بلاقي انه هون عندي بس مايوسين وهون بيوسين، مايوسين لحاله فقط. فبربط بينهم بايش؟ بربط بينهم بالاتش باند. الاتش باند اذا بدي انصفها بنصفها بشيء اسمه الام لاين، بس مش متواجد بالرسمه هاي، مش متواجد في الرسمه هاي، تمام؟ تمام، سميناهم كلهم. ظل عندي منطقه اللي هي فيها الميوسين والاكتين، وهنا فيها برضه ميوسين واكتين. طب هاي المنطقه كلياتها لو بدي اسميها شو بسميها؟ بسميها الاي باند، تمام؟ المنطقه اللي ما بين الاكتين والميوسين كامله هون، اللي عند الاكتين والميوسين كامله هون، اللي هي لو حطيت لها لون، ايش حطيت لها لون؟ ايش حطيت لها لون؟ هي الاحمر، يعني هاي المنطقه كامله هيك. ايش راح اسميها؟ راح اسميها الاي باند، يعني المنطقه الكبيره اي باند. شو بتحتوي؟ بتحتوي على خطوط اكتين وميوسين فوق بعض، في النص خطوط ميوسين لحالها، وبعدين بترجع خطوط اكتين وميوسين فوق بعض. يعني الاي باند تقبل الطرفين، تقبل الميوسين والاكتين. لو اجيت انا بدي اميز الميوسين بروح على المنتصف هي. لما اجي تربطهم بعض او بدي اسمي المنطقه ايش بسميها؟ اتش باند. الاتش باند بايش بنصفها؟ بالام لاين، تمام؟ لو اجيت انا بدي اميز الاكتين لحاله زي هنا، هيها منطقه الاكتين لحاله،
ايش بسميها؟ بسميها الاي باند. الاي باند بدي اربطها بالاي باند اللي وراها، بربطها عن طريق ايش؟ بربطها عن طريق الزي ديسكس. تمام؟ هاي الفكره العامه تاعت الترتيب لهم. ساركومير كلها بتنتقل او بتكون ما بين ايش وايش؟ بين كل زي ديسك وزي ديسك، يعني هاي زي ديسك عندي وهي زي ديسك. من هاي المنطقه كلياتها، ليه صار هيك؟ هاي المنطقه كلها اسمها ساركومير. اذا الساركومير تمتد ما بين الزي ديسك والزي ديسك، هاي واحد اكتبوها على الورقه يفضل هيك. الساركومير ما بين الزي ديسك والزي ديسك. الزي ديسك بوصل بين ايش؟ بين اي باند واي باند. الاي باند شو فيها؟ فيها بس اكتين لونه فاتح. تمام؟ بيجي عندي الاكتين بالداخل مع الميوسين من الطرفين، بيعمل لي شيء اسمه اي باند. الاي باند لونها غامق لانه فيها اللونين، فيها اكتين وميوسين فوق بعض، فبيعملوا لي درجه غامقه. في نص الاي باند بلاقي انه الاكتين خلص، فضل عندي بس ميوسين. منطقه الميوسين لحاله هاي بسميها اتش باند. فصار عندي منطقتين محرمات بتخص كل واحده، الاي باند فقط للاكتين ومحرم على الميوسين، والاتش باند فقط للميوسين ومحرم على الاكتين. تمام؟ الاتش باند بيكون جوا الاي باند. الاتش باند لو بدي انصفه بنصفه بالام لاين، بعرف حكيت كثير بس حاولت يعني انا اجيبها كرسمه كامله، بتمنى تكون وضحت. لو بدنا نيجي هنا بسرعه، اي هون هاي كلياتها اي، هاي اتش باند بس ميوسين، اللي بربط ما بين الاي وما بين الاي هو زي ديسك. هيك بالمختصر، حكيتها كثير عشان تكون اوضح ما يمكن. طبعا هاي كروس سيكشنز، لو تيجي بدك تعمل كروس سيكشن للميوسين فيلمنتس رح تلاقي الهيدز طالعين، فبتلاقي في دوائر كبيره ودوائر صغيره اللي هم التيلز. لو هون بدك تعمل كروس سيكشن رح تلاقي الاتش باند تاعت الميوسين وبربط ما بينهم الام لاينز. لو بدك تعمل هون كروس سيكشن بس رح تلاقي بس التيل، فبتلاقي دوائر واحده حجمها واحد. لو بدك تعمل كروس سيكشن للاكتين بتلاقي هيك المونومرز، المونومرز تاعون الاكتين مترتبات سبايرالي، فراح تلاقيهم هيك دوائر صغيرة حوالين بعضها، طبعا أصغر من الدوائر تاعت الميوسين. The average length of sarcomere functional unit is about 2.5 micrometer. Contracted لما تنقبض بصير طولها من 1 ل 1.5 micrometer، لما تطول بصير طولها حوالي 3 micrometer. الـ I band قلنا لونها فاتح وهي actin filaments. الـ A band لونها غامق بيكون ميوسين filaments وفيها actin filaments. ال H band zone of myosin filaments only, no overlap with actin filaments. طبعا ما بتكون متواجد ال H band داخل ال A band، يعني ال A band كبيرة هي ال H band جواتها. ال Z line بربط لي ما بين ال I band وال I band, zone of opposition of actin filaments belonging of two neighboring sarcomeres. يعني هو الساركومير والساركومير مين بوصل ال أو الساركومير محصورة في إيش؟ في Z lines, two Z lines، يعني هي Z lines. هاي زي لاين اللي ما بينهم هي الساركومير ميدييتد باي بروتين كولد الفا اكتين. كونه الزي لاين بربط لي بايش؟ اي باند واي باند. الاي باند اصلا شو هي؟ اكتين، فبدنا نسمي البروتين الخاص فيه الفا اكتينين من اكتين. الام لاين بكون متواجد في منتصف الاتش لاين او الاتش باند، باند اوف كونكشن بتوين مايوسين فيلمنتس، اللي بربط لي المايوسين فيلمنتس بعض. ايش هو الام لاين؟ بكون في منتصف الاتش باند ميدييتد باي وات؟ مايو ميسين والام بروتين. هي هيك شرحتها بالتفصيل، ممكن انت تقرا السلايد هذا وتشوف انه اسهل مثلا. انا حاولت افصلها بمنتهى التفاصيل عشان تكون وصلت. طولت فيها حتى. نيجي هون. بالمايكروسكوب راح تشوف المنطقة الغامقة هاي كلياتها راح تسميها اي باند، راح تشوف فيها خط فاتح، الخط الفاتح اللي هون هي على طولها. لايش راح يكون؟ راح يكون للاتش باند اللي فيها بس مايوسين. في المنتصف اللي بربط لي الميوسين ببعضها الام لاين هي. تمام؟ بنيجي هون عند الزي لاين. بربط لي ايش؟ اي باند مع اي باند. الاي باند عباره عن ايش؟ عباره عن اكتين فلونها فاتح، فراح تلاقي لون فاتح بربط ما بين الفواتح هاي الزي لاين. ما بين الزي لاين هذا والزي لاين اللي قباله اللي هون راح تكون عندي ايش؟ او الزد لاين، ما بعرف شو بسموها انتم، راح تكون هون عندي ساركومير. ايش الترياد؟ الترياد اللي هو شيء راح ناخذه لقدام بيكون عندي تي تيوبيول وجنبه سنتريني تيوبيولز، هذول الاثنين راح ناخذهم بشكل لنا ثلاث انابيب جنب بعضهم بسموهم الترياد، راح نيجي لهم لقدام فما في داعي انك انت تركز عليهم حاليا. هون في عندنا جلايكوجين جرانيولز.
نيجي عند الكونتراكشنز، ذا اي باند ستيز ذا سيم. ليش؟ لانه اذا تتذكروا في الفسيولوجي اخذنا انه الكونتراكشن تبع العضله بيكون عباره عن انزلاق خيوط الاكتين لداخل الميوسين، تمام؟ خطوط الاكتين بتدخل وبتنزلق الى داخل الميوسين. والاي باند عباره عن ايش؟ عباره عن ميوسين بشكل رئيسي ماي اوفرلاب وذ اكتين. الاي باند عباره عن ميوسين بشكل رئيسي، فحجمها ما راح يتغير، راح يضل زي ما هو لانه الميوسين ثابت. ايش اللي بتغير عندك؟ الاي باند والاتش باند. الاي باند عباره عن ايش؟ عن خيوط اكتين، وخيوط الاكتين بتنزلق، فطالما انها بتنزلق فمعناته حجمها راح يتغير. الاتش باند شو حكينا؟ حكينا منطقه محرمه على الاكتين. ولو تتذكروا الشكل هنا افهمكم ليش يعني تتغير حجمها. هي الشكل، الاتش باند محرم على الاكتين، لما الاكتين بده يقرب الاتش باند راح تبعد عنه فراح تصغر، فعشان هيك حجمها بتغير. فالفكره انه اللي بتغير عندي الاتش باند والاي باند فقط، لانه الاي باند الاكتين بنزلق فبتغير مكانها، الاتش باند عشانها محرمه على الاكتين لما الاكتين يقرب منها هي بتصغر عشان ما تختلط مع الاكتين. اتفقنا؟ وصلت الفكره؟ هاي بالنسبه للاتش باند والاي باند. الاي باند ما بتتحرك لانه هي عباره عن ميوسين اصلا، فما بفرق معها. هاي هون الصوره بشكل اوضح بشكل اكبر. عندي الاي باند هي من هون لحد هون، خطوط الميوسين تعتمد على خط الميوسين نفسه. الاتش باند منطقه ميوسين without any actin، والاي باند هي عباره عن منطقه اكتين. فلما يصير عندي كونتراكشن بتضيقه، ولما يصير عندي ريلاكسيشن الاتش باند بتتوسع. خلينا نجيبهم نفس السلايد. ديليت. هاي الاتش باند هون اضيق لانه صار في عندي انزلاق لخيوط الاكتين بداخل الميوسين، فالاتش باند صارت اضيق نرور. والاي باند نفس الشيء، الاي باند عباره عن خطوط اكتين فقط. بريك سريع بعدين ندخل في فكره الالكترون مايكروسكوبي وايش راح نشوف بالاكتين او الميوفيلمنتس اللي هم الاكتين والميوسين ومن ايش بتركب كل واحد فيهم. بريك سريع. لا لا لا، الالكترون مايكروسكوبي. نيجي عند تركيب الاكتين. الاكتين فيه ثلاث مركبات رئيسيات، عفوا اكتين مونومرز اللي هي الوحده الاساسيه، وعندي شيء اسمه تروبوميوسين. التروبوميوسين هي زي الخيط، تمام؟ هذا التروبوميوسين قد ايه طوله؟ طوله حوالي او طوله سبعه اكتين مونومرز، يعني نجيب دائره من هاي سبع دوائر جنب بعض بيكون طولهم قد ايه؟ قد طول التروبوميوسين. والتروبونين هي، التروبونين الثلاث دوائر هاي كيف بترتبوا مع بعض؟ هسه بنحكيها. الاكتين مونومرز فورم تو ثريدز ذات سبايرال، يعني تيجي المونومرز هاي بدهم يركبوا على بعض بشكلوا لي اول شيء هاي اول ثريد، هاي اول خيط، تمام؟ بيجي كمان واحدة منهم او كمان سلسله من الدوائر او المونومرز اللي هم الكرات بيرتبطوا حوالين بعض، فبلفوا حوالين بعض ثنتين مع ايش؟ سبايرال، يعني على شكل حلزوني. التروبوميوسين وين بيجي؟ بيجي بالجروف تبع السبايرال، يعني لما تحط الكرات على بعض راح يصير في بينهم نفق. جروف يعني هو مش معناه بالعربي نفق، ولكن جروف اشبه ما يكون بالنفق. فالتروبوميوسين بيكون داخل هذا النفق، بيرتبط جواته او بيقعد جواته. قد طول التروبوميوسين؟ 7 مونومرز. فعند 7 مونومرز هون بخلص التروبوميوسين وبيجي تروبوميوسين جديد. بيجي عندي تروبونين، التروبونين الثلاث كرات هاي. الثلاث كرات هاي كل قد ايه بتتكرر؟ كل 40 نانومتر. وان اند اتاتش تو ذا زي لاين، اذر اند، وحكيناها انه الاكتين بيرتبط بالزي لاين بالاكتين اللي وراه. هاي اند واحدة منهم، يعني الطرف هذا مثلا. الطرف الثاني وين بروح؟ بروح جوز تو ذا ميدل اوف ذا ساركومير. وشفنا قبل شوي كيف الرسمة انه في عندي هون ميوسين، ميوسين اغلظ بكون طويل. اما عندك الاكتين بوقف هون تقريبا، بعدين بتبلش الاتش باند شرحناها. زي لاين كونسيست اوف الفا اكتينين. الزي لاين او الزي ديسك بتتكون من ايش؟ من الفا اكتينين او بيحتوي على الفا اكتينين. هيا هون المفروض يكون في عندنا الفا اكتينين. نيجي عند الميوسين 15 نانومتر دايمتر 1.6 مايكرو متر لونج، طوله 15 او 1.6 مايكرومتر. The molecule has a head and tail. إله ذيل وإله رأس. الرأس بيكون heavy ميروميوسين forms cross bridges. الكروس بريدجز هاي بتركب على التروبونين تبع الاكتين، تمام؟ مش موضوعنا.
المهم انه في له هيد وله تيل، هذا التركيب الرئيسي للميوسين. التيلز بتكون بارلل، يعني بيجي تيل على تيل على تيل، بكون كلها موازيات لبعض، والهيدز بيضلوا طالع لبرا، بعمل لي بروجكشن. طبعا البروجكشن هذا بيكون سبايرلي، يعني هاي هيد بيكون وراه شويه نازل لتحت الميوسين اللي بعده او الخيط الميوسين اللي بعده، بيكون لتحت شوي لتحت شوي لتحت شوي، هاي هي الهيد والتيلز. فبصير عندي سبايرلي هيد وذ بارلل تيلز. ان ذا ميدل ذير از ثيكنينج، بصير في عندنا اعرض او بصير في زياده في السمك في المنتصف. الهيد بيكون هيفي ميرو مايوسين، وفي التيل بيكون لايت ميرو مايوسين ميرو مايوسين ميرو مايوسين. المهم نيجي عند التايتن، هذا بيعمل لي كونكشن، او شو كونكشن؟ كونكتن، مش عارف شو الكلمه اللي كتبها الدكتور. التايتن هذا بروتين، بيكون تايتن از ذا ثيرد موست اباندنت بروتين ان ماسل افتر مايوسين اند اكتين. في عندنا 3 بروتينز اللي هم اكتين مايوسين، الثالث بعدهم يعني الثالث اكثر واحد يكون متواجد في المسل اللي هو ايش؟ التايتن. التايتن شو بيعمل لي؟ بيعمل لي سبرينج زي الزنبرك بيشتغل. كيف؟ مش انت بتمط العضله، كيف بترجع على وضعها الطبيعي؟ عن طريق التايتن، بنمط وبرجع سبرينج الاستيك مرن سبرينج زنبرك. هاي فوائده، اول شيء تو ستابيلايز ثيك فيلمنتس، بثبت لي الميوسين، لانه اصلا هسه رح نعرف انه بيطلع من الميوسين او بيكون مرتبط بالميوسين. هاي واحد. اثنين سنتر ات بتوين ذا ثين فيلمنتس، مش الميوسين جاي بالضبط في منتصف الاكتين فيلمنتس. كيف؟ عن طريق ايش؟ التايتن بروتين. بريفنت اوفر سويتشنج اوف ذا ساركومير، مش احنا قلنا الفانكشن يونت اللي هي الساركومير، التكوين هذا كامل ما بين الزي لاينز بنمط بصير 3 مايكرومتر. كيف احنا بنخليه ينحصل ب 3 مايكرومتر؟ عن طريق التايتن. تو ريكويل ذا ساركومير لايك سبرينج افتر ات ستريتش، يعني احنا وصلنا ل 3 مايكرومتر، كيف بترجع لوضعها الطبيعي ل 2.5 مايكرومتر؟ عن طريق التايتن، برجعها لانه زي سبرينج زومبرك. تمام؟ قد ايه طوله؟ من 27000 ل 33000 امينو اسيد. حسب ايش؟ حسب سبلايس ايزوفورم، يعني حسب الشريحه اللي انت بتاخذها في ايزوفورم. ايش هو الايزوفورم؟ البروتين بيكون نفس الفانكشنز، بس كل واحد فيهم له تركيب من الامينو اسيد مختلف. حسب ايش؟ حسب مكان السبلايس. فعندك 27000 ل 33000 امينو اسيد. Titin is the largest known protein in mammals. Greater than 1 micrometer in length. طوله اكثر من 1 مايكرو اكثر من 1 مايكرومتر، وهو اكثر او اكبر بروتين معروف في الثدييات. Located between the myosin thick filaments and the Z lines. طلع كيف بيطلع؟ من كل طرف من الميوسين بيطلع اثنين من التايتن وبرتبطوا مع الزي ديسك، بيطلع اثنين من التايتن وبرتبطوا مع الزي ديسك. هي هم، فقد ايه بيطلع عندي؟ اربع تايتنز، 4 تايتن مولكيول فور ايتش ثيك فيلمنتس اند زي لاين. يعني هون صار عندي زي لاين وزي لاين، قد ايه فيهم؟ اربعه تايتنز. وحكينا على الفانكشنز تبعونه. كيب ذا فيلمنتس ذا كونتراكتايل ابيراتوس ان الاينمنت اند تو باسف ستريتش ريسيستنس اوف ماسل فايبرز، يعني بيمنع انه تنمط كثير او تنمط لحالها العضله، وخليها الايند يعني بمحاذاه في المنتصف بالنسبه للاكتين فيلمنتس. نيجي عند مكون من المكونات اللي هو ساركوليما، اللي هو سيل ميمبرين تبع الفايبرز 9 نانومتر ثيك، انفاجينيت تو فورم تي تيوبيول. يعني ساركوليما بتكون طبيعيه، بعدين بصير في فجاه بالنص في انبعاج للداخل، هذا الانبعاج بشكل لي شيء اسمه تي تيوبيول. ماي فايبرز اتاتش تو ذا ساركوليما، مين بيرتبط بالساركوليما؟ اللي هم الماي فايبرز، ما فيهاش ما عليها كلام غير هيك، خلص هيك الساركوليما. الساركوبلازميك ريتيكولم ايش هي؟ سبيشلايز سموث اندوبلازميك ريتيكولم. مش عندنا اندوبلازميك ريتيكولم متواجده في الخليه؟ الاس ار او ساركوبلازميك ريتيكولم هي زيها بالضبط ولكن خارج. ريجوليتس ماسل كونتراكشن، شو فائدتها؟ بتعمل لي ريجوليشن لانقباض العضله. كيف؟ كونسيست اوف تي تيوبيولز تيرمينال سيسترني اند ساركوتيوبيولز. عندنا تو تي عفوا واحد تي تيوبيول وجنبه تيرمينال سيسترني و يمينه ويساره، فبصيروا ثلاث. هذا هو الترايد اللي اخذناه. وعندنا الساركو تيبيولز، هيهم الساركو تيبيولز، هاي التيبيولز. تمام، لما توصل لحد هنا بصير عندك هاي المنطقه الزهريه الغليظه، هاي شو بنسميها؟ بنسميها تيرمينال سيسترني، وهاي بتكون على طرف التي تيبيول على الطرف الثاني. الثلاثه مع بعض بنسميهم ترايد. هاي كلياتها شو هي؟ ساركو بلازميك ريتيكولم. It is speculated that there are gap junctions between the T-tubule and terminal cisternae. بيحكوا لك أو من المفترض أو إنه في theory بتحكي إنه في gap junction ما بين T-tubule والterminal cisterna. An impulse is carried into the fiber by the T-tubule. مش إحنا في عنا
الكتريكال امبلسز بتيجي عن طريق الدماغ عن طريق نيورونز عشان توصلها للعضله وتنقبض او تنبسط او تنقبض عفوا، ولما تروح الكتريكال امبلس تنبسط العضله عن طريق ايش؟ ننقل هذا الامبلس لكامل اجزاء العضله عن طريق التي تيوبيول. التي تيوبيول بخبزها على ساركوبلازميك ريتيكولام وساركوبلازميك ريتيكولام بتشوف شغلها بعد هيك. نيجي هون هي ساركو تيوبيولز، هي التي تيوبيول اللي لونه احمر عندك هون التيرمينال سيسترني والثلاثة مع بعض شكلون اللي تريد وخلاص. بالنسبة لهاي الرسمة ساركوليما هيها اللي هي السيل ممبرين بالنسبة للمايوفايبرلز والمايوفايبرز. ايش ضل عندنا في شيء هون مهم بالرسمة سمها ولا ما راح يجي منها؟ تقريبا ما راح يجي منها، مش تعتمد يعني، بس انه كشكل احنا شرحنا كل شيء. هاي الفكرة النيرفز اللي بتغذي العضلات موتور نيرفز كيف تيجي؟ The axon of motor nerves branches and ends in motor end plate myoneural junction. الموتور اند اول شيء بيجي لي الاكسون بعدين بصير له تفرعات، التفرعات هاي كيف ترتبط مع العضله؟ بترتبط عن شيء اسمه motor end plates او myoneural junction. The excitatory transmitter at the motor end plate is acetylcholine. عشان بتعتمد العضله في حركتها سوماتيك اللي هي الاسيتيلكولين اللي هو النيورو ترانسميتر. هاي الموتور اند بليت وهي العضله وهيك بيكون اول شيء الاكسون بعدين بصير البرانشينج، البرانشينج هذا بينتهي بالموتور انتبريت بيكون في عندي بري سينابتيك والبوست سينابتيك بنتقل عن طريقهم الاسيتيلكولين وبصير في عندي تيار كهربائي وبنتقل عن طريق التي تيوبيولز. نيجي هون ونشوفها بالتفصيل. بيجي عندي الاكسون فيه اسيتيلكولين، الاسيتيلكولين بدخل على الموتور انتبريت. The release of acetylcholine at the neuromuscular junction causes an electrical impulse to be generated in the muscle cell plasma membrane. فالبلازما ممبرين كيف باخذ الالكتريكال امبلس؟ عن طريق الريليزنج اوف اسيتوكولين انتو ذا انت بليت. بعدين عندي الالكتريكال امبلس بتحرك في ايش؟ بتحرك في التي تيوبيول. هي التي تيوبيول مش قلنا انه هو كاريز ذا الكتريكال امبلس. بعد التي تيوبيول بس عندي ذا الكتريكال امبلس تريجرز ذا ريليز اوف سي اي 2 الكالسيوم فبتحرر رؤوس التروبونين فبترتبط بال الميوسين هيدز وبصير في انزلاق للداخل وبتنقبض العضله، بعدين بصير في انبساط لما يروح الالكتريكال امبلس، بس هذا حكي ما بهمنا، بهمنا انه الاسيتيلكولين ريليزنج بعمل لك الكتريكال امبلس انتو ذا نيورو ماسكلر جنكشن فبصير عندي في الالكتريكال امبلس بنتقل عن طريق التي تيوبيول وبعمل لك تريجرنج تو ذا ريليزنج اوف كالسيوم ايون. هاي هي العمليه كامله. هاي الموتور اند بليتس كيف بيكون النيرف جاي، بعدين بصير في عندك اكزون بصير له برانشنج وبرتبط بالموتور اند بليتس. في عندي خلصنا الموتور نيجي عند السنسوري سبيشاليز فوزيفورم سنسوري اورجان كولد سبيندلز بكون مشكل سبيندل حوالين العضله فانكشن از ستريتش ريسبتور. طلع كيف المبدا بكون هيك عامل لي ملتف حواليها فانت لما تنطها راح يمط الريسبتور نفسه فبحس انه صار في تغير على الطول صار في ستريتشنج فبوصل للدماغ اشاره انه صار في ستريتشنج في هاي العضله. Form a sensory receptor in muscle telling the brain how far the muscle has stretched. طبعا على الطريق انه قد ايه بنمط الخيط المتواجد حوالين العضله بعرف الدماغ قد ايه كان في stretching للعضله نفسها. شو تركيبه؟ A number of small specialized intrafusal muscle fibers. Nuclear bag fibers and nuclear chain fibers سلسله بتكون are surrounded by a capsule of connective tissue. شو اللي بيحيط spindle كامله هاي؟ عندي capsule of a connective tissue. هاي شكلها. نيجي هون عند شكل الموتور. هاي الموتور اند بليت هون عندي موتور اند بليت وهون بيجي عندي الاكسون كامل والنيرف كامل. طلع هون بكون غليظ بعدين بصير ارفع. لما يكون ارفع معناته خلص تخلص من المايلين شيث. المايلين شيث بتعمل له بروتكشن راحت هون خلص انه بنوصل عند الموتور اند بليت بدنا نشبك مع العضله. فهاي الصوره بتوضح لي انه كيف غسلنا المايلين شيث. هون بيقول لي انه هون موتور اند بليت سنجل وان مش اكثر من واحد هون في واحد في اثنين ثلاث لا هون سنجل جايب لك الصوره مكبره. اوه حكيت كثير. الكونكتيف تيشو كفرنج ذا ماسل مش قلنا في عندنا ماي فايبرز في عندنا فاسيكيول او فاسيكل وعندنا المسل نفسها. اول شيء اذا بدنا نغطي الفايبرز تاعت المسل اللي هم الجزء البيسك الوحده الاساسيه بنغطيهم بشيء اسمه اندوميزيوم واندو لانه داخلي تمام. بعدين عندي البريميزيوم اراوند باندلز فاسيكل او الفاسيكلس يعني كل فاسيكل بتاخذ لي غشاء اسمه بريميزيوم وعندي الايبيميزيوم اراوند ذا هول مسل. ايبي معناته فوقي فمعناته راح يكون حوالين المسل كلها.
The blood vessels and nerves lie in these connective tissue coverings. بتكون تحتوي على the blood vessels والأعصاب. The connective tissue goes over into a tendon. بعدين the connective tissue هذا بتطور وبصير the tendon or aponeurosis. وحسنا رح نعرفهم الثنتين. To the periosteum. البيروستيوم اللي هو الغلاف المحيط بالعظمة. صوت قطع. صوتي راح. المهم نكمل. هاي صورتهم واحدة واحدة. نيجي عند الفايبر بغطيها اندوميزيوم. نيجي عند الفاسيكل بغطيها البريميزيوم. ونيجي عند الهول ماسل كاملة بغطيها البريميزيوم. عفوا بغطيها الابيميزيوم. ليه حكيت بريميزيوم مش عارف، بس هاي فاسيكل، هاي فايبر 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 بغطيهم البريميزيوم. فايبر واحد بغطي الاندوميزيوم. الفايبر نفسه بيكون متكون من مايوفايبريل. مايوفايبريل فايبر فاسيكل بعدين ماسل. اندوميزيوم ابيميسيوم عفوا بريميسيوم ابيميسيوم مش عارف ليش عكسينهم، لازم احط بريميسيوم لتحت شوي، خربط فيها مرتين او لعب فيه هو غالبا. المهم تندون ليجامنت فاشيا ايش اللي بيميز بينهم؟ هم كلياتهم اصلا بيستخدمهم للكونكشن. التندون كونكتا مسل تو بون، تمام. الليجامنت جوين بون تو بون. الليجامنت اللي هو بسبب لي الجوينتس او بيكون لي الجوينتس، يعني المفاصل بتتكون عن طريق الليجامنتس. اما الفاشيا كونكت مسل تو ا مسل او سوفت تيشو، يعني بتعمل لي كونكشن ما بين المسلز والسوفت تيشو، يعني الاشياء الناعمه مع بعض بتركبها بالفاشيا. الليجامنتس عظمه على عظمه، بعمل لي جوينت. تندون بعمل لي كونكشن بين ا مسل اند بون. اول ميد اوف كولاجين بريزنت ان ديفرنت اورينتيشنز، يعني التندون طلع الاستريشن تبعته دايركت طوليه كلياتها، بينما الليجامنت مخربطه. طبعا ليش مخربطه؟ عشان تحد من الحركه، هسه اللي قدام رح نعرف. تركيب التندون بشكل عام دنس ريجولار كونكتيف تيشو فاسيكلز ان كيس ان دنس ريجولار كونكتيف تيشو شيتس، يعني مش عندي دنس ريجولار كونكتيف تيشو في المنتصف، بعدين بصير حواليه بغطيه وبعمل له انكابسوليشن او انكيسنج اللي هو ايش؟ دنس ريجولار كونكتيف تيشو شيتس، يعني هي عندنا هون التندون، وبعدين بصير حواليه كمان سينوفيال كفرنج اوف ذا تندون، بعدين بصير عندي سينوفيال كافيتي اللي هو الفراغ اللي في المنتصف، بعدين بصير عندي سينوفيال شيتس. بعدين بصير عندي ميسو تندون الرابط اللي ما بين البيريوستيوم تبع البون، تمام؟ الميسو تندون اللي بربط لي البيروستيوم بالتندون نفسه. Normal healthy tendon are composed mostly of parallel arrays of collagen. بيكون طلعوا parallel كليات موازية لبعضها وخطوط direct ماشية بدون تداخلات. Closely back together طبعا كلياتها بتكون مترابطة مع بعضها بشكل كبير. وفايبروبلاست between fibers يعني ما بين الكولاجين فايبرز بيكون في عندي فايبروبلاست اللي هي بتكون لي الكولاجين أصلا، تمام؟ هي التندون وهي المسل اللي بيكون شابك عليها. كيف عرفت إنه هاي مسل؟ طيب أول إشي أوفل نوكليوس وبعدين عندي استرياشنز، في عندي تخطيطات. التندون بيكون بدون تخطيطات. The dry mass of a tendon 86% of collagen 86% من التندون بيكون عبارة عن كولاجين صافي. 98% من الكولاجين هذا بيكون تايب 1. 2% إلاستين، من 1-5% بروتيوغلايكانز و 2-10% inorganic compounds. هذا التندون في إشي بيشبه التندون بس مش تندون، اسمه أبينوروسيس. Flat broad tendon بيكون flat مسطح. They have a shiny whitish silvery color، يعني لونه على بياض بعطي، هذا الأبينوروسيس. Histologically similar to the tendon، يعني بالنسبة للتركيب كهيستولوجي نفس التندون أو بشابهه. With limited blood supply، يعني التغذية تاعت التندون من الدم أو التروية الدموية للتندون أعلى بكثير من التروية الدموية لأبينوروسيس. في عندنا بس اثنين أبينوروسيس في الجسم، أول شيء anterior abdominal abinorosis يعني في المنطقة تاعت البطن في المقدمة تبعتها، وفي عندي posterior lumbar abinorosis اللي في منطقة أسفل الظهر طبعا من الخلف. هاي التندون ستراكشر وهي شكل التندون وهي الفايبروبلاست في بين التندون، بيكون عنده كلياته كولاجين اريز كلياته دايركت وما في بيناتها اي تداخلات. بينما الليجامنت باند اوف دنس ريجولار كونكتيف تيشو بندلز ميد اوف كولاجينس فايبرز بروتكتد باي دنس ريجولار كونكتيف تيشو شيتس، نفس مبدا التندون. ليجامنتس كونكت بونز تو اذر بونز تو فورم جوينتس، حكيناها. ليجامنتس ليميت ذا موبيليتي اوف ارتكيوليشنز اور بريفنت سيرتن موفز، يعني الليجامنت بحد من الحركه حوالين المفاصل. Have more elastic fibers and more ground substance than tendon. المكونات تبعته أكثر والإلاستيك فايبرز فيه أكثر. فعشان هيك أنت بتشوف ويفي. More weaving pattern and more random than tendon. يعني ترتيبه عشوائي بتحسه وبتحسه مموج. ليش؟ إنه فيه more elastic fibers and more ground substance. Non-parallel collagen arrangement aligned in direction of imposed stress.
يعني برضو ترتيباته بتكون حسب الضغط اللي بتشكل على العظم وعلى التندون نفسه، او عفوا على الليجامنت نفسه. فما بتلاقي انها بارلل الكولاجين المتواجد فيه، لا بيكون نون بارلل، يعني غير موازي لبعضه، بيكون ترتيباته متداخله. ليش؟ عشان يحد لي برضو من الحركه يعاكس لي الامبوز تويست. خلصنا؟ خلصنا فاينلي. أأمل إنه شرحتها وحكيت كثير، حتى أسهبت زيادة عن اللزوم بالكلام. تقدر تشغل على 1.5، تقدروا تعدوا عن مقاطع، يعني مثلا عند الاي باند الاتش باند شرحتها بزيادة، بس لأنه أنا عارف لقدام ممكن تصير تخربط منها، أو إنه تنسى الاي باند شو كانت، أو الاتش باند شو كانت، أو الاي باند شو كانت، أو ليه الاي باند مثلا ما بتنمط، ليه الاي باند ضلها زي ما هي. فهي الأفكار أنا خدمة لأنه ما تصير فيها أو ما نوقع فيها إحنا، طولت وأسهبت في شرح المحاضرة بشكل عام. صوت نشف، يعطيكم ألف عافية، وأي سؤال عندكم ما إن شاء الله ما بقصر مع حدا فيكم، وأعطوني فيدباك بشكل عام. موفقين إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية. باي باي.